السلام عليكم شباب، معكم محمد الحمد لله من قناة اميزنج جيم. ياكم فيديو جديد. طبعا يا شباب قبل ما نبدا الفيديو ابيكم تكتبوا لي تحت في الكومنت بتشوفون الفيديو القادم اي لعبه في هذه السلسله او اي لعبه بتشوفون كول اوف ديوتي فيفا، لاني مش عارف صراحه عشان نزلت جراند، عندي جراند ودو دبليو اي 2K15. فلما يكم هذه اللعبه طبعا اسمها شو، فلكس شوتر 2. المهم ما علينا من الاسم، اعطيكم الاسم. فهو ما راح تدخل هذه القائمه طبعا. شوف هذه القائمه الرئيسيه، عندك مالت بلاير، سنجل بلاي، سنجل انك تلعب روحك. خلينا نشوف، طبعا خلينا نختار هاي. شوف هذا اللاعب مالك، تغير كورة هاي طبعا تشتري، واللبس حتى لون البشرة. فخلينا نلعب. شفت كيف يعني لازم تشوت على الجول وشي. بس ما تشوف عندك وقت فوق. ايوه شوف الحين يقول لك خلصت، يفتح لي شيء جديد اني العبه. فطبعا هذا كان السنجل بلاي انك تلعب روحك. عندنا هني بطولات، هنا عندنا مالتي بلاير الاونلاين، فتقدر تختار الاسم اللي انت تبغاه، خليه نفس الاسم حمود. وتشوف تقدر تغير الملعب حتى، خلي هذا الملعب. فهذا هو، شوف يقول لك يعني شوف كم واحد متواجد في الغرفة اونلاين. ها طبعا ندخل هني الحين، نسوي بحث اني العب مع شخص. ايوه شوفوا طبعا اونلاين. ايوه لا لا. فهذا هو فاز طبعا. لا انا اللي فزت صراحه، ما اعرف كيف. المهم تشوفون فلوس يعني جت عندي، نسوي هوم. فهذا كان كل فيديو يا اولاد. اذا عجبكم الفيديو اضغط زر لايك والاشتراك بالقناه، لا تنسى انك تكتب اي شيء تبيه في الكومنت، وادعمنا. مع السلامه.